في الفيديوين اللي جايين دول. اول فيديو تصريحات مارسيل كولر بعد المباراه، ازاي علاقته جيده بالجميع، ازاي يتحدث عن طبيب الفريق. مش من العادي ان مدير فني يتحدث عن طبيب الفريق. النهارده اتكلم عن طبيب الفريق ودافع عن طبيب الفريق وانه افضل طبيب فريق اتعامل معاه. ممكن يتكلم على اموره الفنيه، على لعيبته، بس شاف ان في هجوم على طبيب الفريق. مش بس شاف في هجوم على طبيب الفريق، ده شاف كمان اشاعات بتقول ان مارسيل كولر طالب بتغيير الجهاز الطبي. اسمع تصريحات مارسيل كولر وبعدها هوريك فيديو تاني مهم جدا، بس شوف الاول الفيديو ده. طبعا كان ماتش صعب جدا ضد منافس صعب جدا في ظروف وارضيه مش متعودين عليها. اعتقد ان احنا حللنا الماتش كويس والمنافس كويس، هما لعبوا بالظبط اللي انا عارفه ولا هما يلعبوا ان هما يلعبوا على الكره الثانيه، هيلعبوا كور طويله، هيلعبوا على الضغط والعامل البدني ويحاولوا يحطونا تحت ضغط. في بعض اللقطات في الماتش قدروا يخلقوا بعض الفرص. اوفا عمل ماتش كويس قوي النهارده. واحنا لعبنا النهارده بشغف واصرار كبير جدا وقدرنا نخلق فرص كتير كمان النهارده الشوط الاولاني والشوط الثاني كمان لغايه الاخر بنضيع. كان لازم نجيب جول من الجول اللي احنا ضيعناها دي. احنا جينا قبل الماتش بثلاث ايام عشان نبدا ان احنا نخش في الاجواء ونتعود على الجو. اتفرجنا على فيديو كتير جدا، حللنا فيهم لقطات، كم لقطات كبير جدا، كم ماتشات كبير جدا دفاعيا هجوميا، وبدانا ان احنا نحاول نطبق ده في ارض الملعب في التمرين. بدات ان انا ادي محاضرات يوميه ان انا اقول للعيبه هم هيلعبوا ازاي واحضرهم كويس. اللعيبه كانت مركزه جدا ونفذوا كويس قوي كل اللي انا عايزه. النتيجه مقبوله، كان نفسي طبعا ان احنا نجيب جول، لكن لازم نحتفظ بالاجوان دي للقاهره بقى ان شاء الله. ونتمنى ان احنا يبقى عندنا دعم عظيم من جمهورنا، جمهور النادي الاهلي بدعوه. انا عايز الملعب متقفل ان شاء الله، وعايز بقى كمان يبقى جمهور مش بس حاضر، ان هو يكون اللاعب رقم واحد، يبقى بيولع الملعب معانا طول كل دقيقه في المباراه لغايه الاخر. هما فرقة قوية جدا على فكرة، بدنيا بيجروا كتير جدا، فمحتاجين دعم جمهور كبير طول الوقت عشان نقدر نكسب ماتش زي ده، عشان نقدر نتأهل النهائي ان شاء الله. التحضير نفسه مش مختلف كتير، هتفرج على فيديوهات كتير جدا وابدأ ان انا احلل الماتشات بتاعة مازيمبي اللي قبل كده، لكن معايا ميزة المرة دي ان انا معايا ماتش لعيبة لعبته، فاللعيبة هتبقى اقدر ان انا اوريهم عملي اللي هم ضد المنافس اللي هو هيلعبوا ضده، ايه اللي عملوه كويس، ايه اللي عملوه وحش، نقدر نشتغل عليه. هنيتهم على الاداء وقلت لهم ان احنا ما خلصناش، ما تأهلناش، احنا 0-0، ما عملناش اي حاجه. الفرقتين عندهم نفس الحظوظ، ولازم عارفين كويس جدا ان اي هدف على ارضنا بيتحسب باثنين. ما حدش هنا جاب اجوان، هم لا قدر الله جابوا اجوان فينا هيبقى لازم نجيب اجوانين، ده هيصعب علينا المباراه. فلازم ان احنا نكون، احنا لسه ما تاهلناش، قدامنا شغل كتير. انا عايز اقول حاجه واضحه جدا، انا شايف ان دي حاجه وحشه جدا، وانا غاضب جدا من ان بيتقال عليه الكلام ده في الاعلام. ده ثالث دكتور يجي لنا في الفريق، وده بالتاكيد اعظم واحسن وافضل دكتور انا اشتغلت معاه في النادي الاهلي. احنا بنتكلم دايما مع بعض على طول، التواصل بينا كويس قوي، هو صريح وصادق دايما وشاطر جدا في شغله، وانا متضايق جدا ان بيتكلموا عنه دايما كده وده مش حقيقه. عندنا اصابات فعلا، عندنا 7 اصابات حاليا، 3 منهم مصابين مع منتخبات سواء مصر او منتخبات بلدهم مش معانا. مع ياسر لما اتصاب الاصابه اللي اتصابها في ماتش دوري الابطال قدامه، بعد ما عمل كشوفات مظبوطه ودقيقه قال لنا من اول على طول ان هو هيقعد 8 اسابيع مصاب، يعني الاصابه كانت محدده. وياسر خلاص الحمد لله الاسبوع الجاي هيبقى يتمرن معانا، ودول 7 اسابيع ونص، يعني كمان مرجعه بدري عن الميعاد اللي قال هو من اول يوم. الجمهور هو اللي بيوصل له معلومات غلط، الناس اللي في الاعلام وبره بيتكلموا ما بيدوش معلومات ويبنوا عليها معلومات خاطئه،
بتمنى بطلب منهم يهدوا شويه وما يتكلموش على الحاجات الداخليه او ما يعرفوش عنها حاجه.